مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من هنا. ممكن تسمحوا لي حضراتكم اني اسال سؤال ومش عايزه الاجابه السريعه الفوريه اللي ممكن تيجي على الاذهان بمجرد طرح السؤال. عايزاكم تفكروا في السؤال، تاخدوا وتدوا بينكم وبين نفسكم كده وتشوفوا اجابه حقيقيه وصحيحه لهذا السؤال. هل انت راضي؟ يعني ممكن تصف نفسك انك انت متمتع بخلق الرضا، واقصد بالرضا الرضا بقضاء الله، اقصد بالرضا الرضا بما رزقه الله لك. هل اقدر اقول عن نفسي ان انا راضيه؟ انا كنت اظن في نفسي ان انا راضيه وبحمد ربنا وبقول ان انا راضيه وباتمتع بخلق الرضا. لما رحت صورت الفقره اللي هنشوفها بعد لحظات مع الحاجه بهيه، عرفت لا، ان انا لو قعدت احمد ربنا واقول الحمد لله لغايه ما اموت واصحابي وقرايبي واهلي يقولوا الحمد لله ويصلوا شكر لربنا، مش هيكفي، مش ممكن يكفي، لان الحمد لله عندي نعم كتير جدا، عندي نعم كتير جدا انا وزي كتير، سواء كان في المال، في الصحه، في الاطفال، في الحياه بشكل عام. فانا مش هقدر اقول عن نفسي ان انا راضيه، انا ربنا مديني حاجات كتيره جدا. الرضا ده انك تكون في حاجات كتيره ناقصاك وانت سعيد. يعني حتى ده الفرق ما بين الرضا والصبر، ان انت ممكن يكون في حاجات ناقصاك لكن انت تعيس ومتالم بس بتصبر على الوجع والالم، لكن الرضا لا، ان ناقصك حاجات وانت مبسوط وسعيد ومش حاسس. بالمفهوم ده انا راضيه؟ لا. بعد ما شفت الفقرة قلت ان المعنى الحقيقي للرضا هي الحاجة بهية. الحاجة بهية دي بتاخد 500 جنيه في الشهر، مش مجرد راضية، دي راضية ومقتنعة وشايفة ان هم كتير بتقول لي بنفس الالفاظ اللي انتوا هتشوفوها، انا مش باكل اي سمنة، لا ده انا السمنة البلدي، مش بجيب اي زيت، لا الزيت الحلو الجميل، انا بيتفضل من ال 500 جنيه كمان فلوس وبحوشه. طيب بتشيليهم يا حاجه بتجيبي بيهم ايه؟ بجيب بطانيه، بجيب لبس جديد ليا، انا مبسوط، كل فواتيري مسدداها، فاتوره الميه، الكهرباء، ما عنديش دين على اي حد، انا ليا بس امنيه واحده. ايه يا حاجه بهيه؟ اني ابات تحت سقف بيتي. هي المفروض ان احنا قاعدين على العتبه لان العتبه اللي قدام البيت دي هي حياتها، الحجره اللي هي قاعده عليها هي حياتها، فمفروض ان في باب خشبي كده متكسر. قالت لي جوه انا عندي كل حاجه بس انا نفسي بس ابات تحت سقف البيت لاني بخاف ابات في البيت ده السقف يقع عليا. فبقعد طول اليوم عند في البيت ده وفي اخر اليوم ببات عند بنتي علشان ابات وانا مطمنه ان السقف ما يقعش عليا، وبعدين ارجع تاني اقعد في البيت اقعد فيه طول اليوم. بيتك جوه فيه؟ قالت لي فيه كل حاجه. انا تخيلت بقى ان انا لما افتح الباب الخشبي ده هلاقي كل حاجه. فانا مش هوصف المكان، مش هقول لكم ان هو مش بيت طالما هي حاسه ان هو بيت، مش هقول لكم ان هو غير لائق وغير ادمي، الكلام ده انا مش هقوله لان هي ما قالتوش، هخليكم انتوا تشوفوه وانتوا تحكموا. دخلت وقعدت معاها في البيت، قالت لي انا عايزه بس بيت انام تحت سقفه ما خافش ان السقف يقع عليا. ده كل طلباتها في الحياه. عينها تعبت بتدمع على طول من كتر البكا، قلت لها بتبكي على ايه طالما انت شايفه ان ال 500 جنيه زي الفل وكويسين وبتحوشي منهم؟ قالت لي من الوحده، قاعده طول اليوم على العتبه ما عنديش حد بيكلمني، ما عنديش حد بيسال عليا. بالرغم من ده دموع الوجع من الوحده ما قدرتش ابدا تهزم ملامح الرضا اللي على وشها. انا جبت صورتها وجبت شكلها مش بس علشان هي وافقت وقالت انا عايزه اظهر بشكلي، مش ده السبب، انا عايزه ابين معالم الرضا على وجه هذه السيده الجميله لانها نموذج مشرف. انا عايزه كل واحد يتفرج على الفقره دي يتعلم الحاجه بهاي، يتعلم ازاي يكون راضي، يتعلم المعنى الحقيقي للرضا، نموذج مشرف محل فخر لازم يظهر ويبان. نشوف مع بعض. مساء الخير، ازيك يا حاجه بهيه؟ يا مرحبا. اخبارك ايه؟ منوره والله. تسلمي، انورك. الاول انت بتقعدي هنا بقى كل يوم؟ احكي لي. انا بقعد على طول هنا بقى، مساعد باخر ما اروح عند البيت بابيه بس هي الطبيعه عليها من فوق. بتخافي تباتي هنا؟ بخاف والله. بخاف.
طب انت على طول كده بعد ايه من امتى بتقعدي على القعده دي؟ من امتى؟ من امتى بقى؟ من زمان يعني، من بعد العصر مثلا، بعد المغرب، من ساعه المطره دي اللي نطت عندنا كتير دي، ما جتش بقى، ما جتش خالص، ما عادتيش القعده دي خالص. هي المطره لما جت عملت ايه في البيت؟ عملت لي دوشه، جت الحاجات كلها مطنه، انا ومراتها رقمات ايه؟ ولما الجيران شالوا لي المجرم بس كله هناهم كده للركب. الميه هنا يعني؟ ايه الميه نزلت كلها هنا؟ الميه مش كده هنا، كان وافي ده سبانك. جابوا ام خط من هناك ده ورا زمان. وعملوا لي السلم ده. انت بقى عندك كام سنه؟ ولا انت ما بتحبيش تقولي سنك بقى ولا يعني ايه؟ يعني طبعا معايا ما اعرفش يعني سني قد ايه يعني، مش قريه للقهوه. بس شكلك صغير. صح؟ والله شكلك صغير. شكلي صغير بس البطاقه كبير. البطاقه كبير؟ بس انت صغير. البطاقه سن كبير. لكن انت على طول كده يعني، انا لما سالت عنك في الحته قالوا الحاجه بهية هي الخير كله بقى والبركه كلها. لا ده انتوا اللي بركه وخير والله بجد، والحلوين عسل، انتوا اللي حلوين والله. لا قاعد بيشكروا فيكي جامد جدا ويقولوا قد ايه يعني. والله شوفي انا بصبر بقى على كل حاجه، بس هي نفسي يا ابني زي جيراني كده بس. ما فيش ما في، يا ريت توفري مثلا قرشين تعملي بهم جمعيه من اللي ما بتقبضي منين؟ ما فيش. بتقبضي منين؟ من البوسطه منها. بتقبضي قد ايه؟ 500 جنيه. مكفينك؟ ايوه مكفيني بقى، بس مش عارفه اعمل منهم جمعيه. بس مكفينك الحمد لله. ده حلو والله. ايه بتعملي بيهم ايه؟ حلو والله، بحط النور والماء، ما فيش ولا شهر متاخر. لا نور ولا مي. ما بتاخريش انت ولا شهر، بتدفعي فواتيرك في ميعادها. ولا يبقى طالع اجيب مثلا حاجه كلها ويبقى ابني بتاع النور. لا انت خد انت حقك، وانا ما اصبر على نفسي. صح. ادي له فلوس. تدي له حقه وتصبر. واصبر انا على نفسي. اي حاجه كلها ماشي. بتاع الامه كده. ما فيش شهر اتاخر عليا. والله والحمد لله ما عليا جدا ولا حاجه. الحمد لله يا رب يبقى لك على طول. ما هيصيني 500 يعني 500 جنيه ما هيصيني. فقلقان. والله الحمد لله. الحمد لله ما حدش له عندي اي حاجه. ولا مدينا لحد ولا مدينا لحد قرش. قرش واحد. بس عايشه زي هنا بقى يعني. انا عايشه زي بقى مثلا بيتي تخبز تجيب لي شويه كرتونه عيش كده. يعملوا عيش يبعتوا لي ثلاث رغفه كده. بنتك. ما هي سني بقى. عايزه سام ما هي صينك ثلاث رغفه كده. عايزه سام اجيب بقصه ثلاث سمنه واسيحهم عندي بالسمنه جوه. بلدي من ما كلش بتاع الجمعيه دي بتاع التمويل. ازاي؟ اجيب زيت الذره الحلو. تمام. بفلوس يعني. بال 500 جنيه. من ال 500 جنيه كله والله مصاريف. ما شاء الله. مصاريفه فايق وبفوت كمان. ممتاز. وبيفيد معايا فلوس. وبيفيد من 500 جنيه. بيفيد من 500 جنيه. بتعملي ايه بقى بالزياده؟ بتحوشي ليه بقى؟ اصرف 50 جنيه 100 جنيه. فات قياس اجيب قياس. فات بتاع بطاطس اجيب بطانيه احطها في البيت. بالظبط صح. عيل يجي من العيال من ولد ابني يضغط يفرش. معايا واد بس قاعد، ما هوش قاعد هنا. ومعاه عيال كتيره والله وفقير. بس هو قاعد بعيد. بس انا بقى عايزه اخد ايدك كده وندخل جوه. ماشي. نشوفك بقى انت قاعده ازاي جوه، بتعيشي ازاي. ما انا مش عارفه عايشه ازاي. طب تعالي بقى انا وانت فرجينا بقى على المكان. ما عارفه عايزه ازاي والله. تعالي هاتي ايدك، هاتي ايدك. لا اخد ايد نفسي اهو. يلا ربنا يديك الصحه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قولي لي بقى قاعدة هنا إزاي؟ يعني فهميني. النبي ما بديك شايفة ما بعرفش وخايفة الحيطان بتاعي كده. الحيطان كلها. نفسي بقى تبني لي الحتة دي ويبقى لكم الشغل. أنت عايزانا نبنيها؟ أيوه عايزاكم تبنوني كده دار واحد كمان يعني ما أقولكمش جوي دار واحد. ماشي؟ نهدها ونبنيها. انا اللي هد علي الهدى ده عليا انا ما كنتش دعوه. قولي انت عايزه ايه؟ قولي انت هدوا. قولي انت عايزه ايه؟ بصي يا حاجه قولي انت عايزه ايه؟ اللي انت عايزاه. انا مش عاوزه اللي تبني لي البيت. يبني بيت دور واحد بس دور واحد بنفس الشكل اللي موجود فيه دلوقتي. بنفس الشكل اللي جيراننا كده زي بيت سمير كده جيراننا كده. طيب قولي انت انت عايشه دلوقتي في البيت ازاي؟ والله لازم عايشه في البيت كده. ازاي؟ كده انت بتنامي هنا ولا ايه؟ ساعات باخذ اروح يعني بيات كده يعني عيالي معايا عيال كبير شباب زي دي والواحد يقدر يروح برضه ينام قدامهم كده. فبتبتي ببقى عايزه اقعد في قربتي ما امشي. صحيح اخبى حاجات قربتي طوبة بس مفيش سقف اصلا. لا مفيش سقف ما قعد محبوب برضه بجريت بس النطرة بهدلت وقعت بتاع سقطت نجوا. وانت هنا بقى طول اليوم بتاكل وانا في اليوم هنا باكل واشرب واقعد هنا. العيش ده بتاع ايه بقى؟ العيش بقى اللي بيخبزوه لي العيال. بيخبزوه لك العيال وبيجيبوه لك. وتصحي الصبح بقى هنا بصحى الصبح العيش والطعميه في البيت بالظبط. ايوه بتاع الدكان فيه الحاجات الحلوه فطير وبوفين وحاجات بنجيب يعني هنا. ما انت بتقولي الحمد لله ربنا رضيكي بالفلوس اللي بتقبضيها. على طول ده ما باكلش عيش على طول ده. وبطبخ على طول خميس وحد. بس انا لا باكل تقليه ولا بيض ولا لبن ولا سمك ولا الحاجات دي. ليه بقى؟ عندي حساسيه على سيف. منعني الحاجات الحلوه دي كلها. ما باكلهاش يا ده سليق في المرقه وخلاص بس شويه شوربه كده. حاجات مسلوقه كده بس اكلي ده شويه شوربه حته لحمه وخلاص. انت اللي بتعمليها ولا بنتك اللي بتكده؟ انت اللي بتطبخيها ولا بنتك اللي بتكده؟ تحت ابي هنا البيت ابقى قاعده هنا انا اللي بطبخ هنا. عندي الشعل ده بس اذا كانت عند الجيران من نار النار. وعندي واجيب اللحم واطبخه واكل وامشي اروح ابات. بات عند بنتك؟ بات عند بنتك. وتيجي تاني يوم الصبح كده؟ وتاني يوم الصبح اجي بقى. انت نفسك تباتي في بيتك بقى؟ والله نفسي اقعد بقى. خايفه تباتي؟ خايفه تباتي؟ ولا اروح يعني عند حسن الايدمي تقيل، الايدمي منها تقيل. اروح عليكي كل يوم كل يوم كل يوم انا ببقى استثقل نفسي. صحيح. نفوت بيتك وتروحي كل يوم كل يوم اجي اعيط عينيا توجعني. انت عينيكي بالدم من كتر العياط اللي انا بعيط. عينيا بالدم وجعانية. وجعانية شفتي؟ بتعيطي اربع مرات في اليوم. بتعيطي ليه؟ ايه اللي بيضايقك؟ بيضايقني اني قاعده لوحدي. لوحدك فوتي الناس قاعده مع بعضيها وانا قاعده لوحدي. ولادك ما بيجوش يقعدوا معاكي؟ بيقعدوا وراهم شغل وراهم دبش وفطار. ما بتفضل تقعد زي ايه؟ زي ما بتقعد لا تكون ماشي عشان وراها حاجات وراها شغله وراها عيالها ما تعرفش تقعد. وانت ما انتش عارفه وانا بقى فاضيه ما وريش عيال ولا وريش. تعالي انت اقعدي عندي والثانيه تعالي اقعدي يما عندك. والله كده. بدل ما اروح عند حد من الجيران اقول يا بنت ده انت تقيله يعني. هتروحي عند حد من الجيران النهارده وبكره وبعده ده انت عايشه على طول بقى كده. امشي على بنتي. صحيح. ده عندها بقى بقى بيعملوا حاجه في الغطا اعمل معاهم في ده غطاهم يعني قريبه للبيت. واقعد هناك لحد ما بيت واصبح جاي. لكن لو انت بنيتي البيت ده بنيت البيت ده ما همشيش. مش هتمشي بقى. لا ما همشيش. وتقعدي في وسط جيرانك هنا. في وسط جيراني بقى. تقعدي القعده اللي انت كنت قاعداها قدام البيت. قاعده كده بقى بس مبني بقى وحلو. بالظبط. قاعده فقد وقلبي جهان. ما تخافيش ان ما خافش ان السقف يقع عليكي وانت نايمه. لا القطه ماتت كده. طب والنبي اقول امبارح جيت نوم. قلت ما اعرفش الدور هيجي ده. القعده كده والقط وقع عليا قلب هنا. الحمد لله. قمت اعمل لك طبعا خفتي. اتخرحت. قلت له البتاع كله يكون وقع. لقيته قلب كده يعني لو وقفنا فوق كان سقطنا. لا 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 يعني العمر الطويل ليكي وانت جميله وابتسمتي وتتفقتي وتوقع الاوان. صحيح. وابتسمتك وان شاء الله ربنا يسهل مبادره السبق والخيرات. تبنوا لي البيت. لا لا هيعملوا ده. هيبقى. لا وان شاء الله انا عارف هيهدوا البيت هما مش انت اللي هتهدوا. وساعه تقولوا لي هدي. لا احنا هما اللي هيهدوه. هيسهل. اسمعي لا هتهدي انت ليه؟
انت عايزه البيت وهيبنوا بيت يعني احسن من اللي انت متخيلاه يعني، وان شاء الله وتعمري وتقعدي بقى هنا و... يا رب يا استاذ لا باذن الله، واحنا في ايام مباركه وقبل شهر رمضان باذن الله هتكوني قاعده في بيتك يا حاجه بقى. باذن الله باذن الله ان شاء الله. اللي احنا شفناها وسمعناها دلوقتي دي كانت الحاجة بهية. لازم نسمع كل الرسائل اللي قالتها، لازم نتعلم من كل الدروس اللي ممكن تكون كلماتها علمتها لنا. لو انت كنت فاكر انك راضي عن نفسك، اعتقد ان بعد الفقرة دي هتعيد التفكير في هذا المفهوم. خلوني ارحب بضيفي فضيلة الشيخ دكتور عبد الغني سليم من علماء وزارة الاوقاف والمتحدث باسم مبادرة تسابق الخيرات. اهلا بحضرتك. مرحبا. تعليقك ايه على اللي قالته الحاجة بهية، وتعليقك ايه على الرضا اللي باين في كل ملامح الحاجة بهية؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. دي اللي واضح من تقرير الحاجة بهية، وطبعا شفناه على الطبيعة هناك. صحيح. عايش بمنتهى الرضا مع الرغم ما عندهاش بيت. احنا شفنا طول النهار قاعدة على المصطبة زي ما حضرتك شفتي وحضرتك سجلت معاها، وبالليل بتخاف تبات في البيت عشان البيت قايل للسقوط، البيت هيقع، ومع ذلك عايشة. دخلك ايه؟ هم 500 جنيه ثلاث رغيفه بنتي بتجيبهم بكفوني وعايشه تمام التمام. هو ده الرضا. صحيح. ناس عندها المليارات والملايين ومش راضيه وما عندهاش الرضا. فالقناعه يعني هي دي الحقيقه. يعني هل ممكن نقدر ان احنا نبني بيت للحاجه بهية قبل رمضان؟ هو طبعا اهل الخير باذن الله رب العالمين اللي شافوا حالتها وسمعوا كلامها وشافوا البيت عامل ازاي متهالك ازاي، طبعا باستطاعتهم زي ما بنينا لغيرها وزي ما بنوا هم لغيرها عن طريقنا احنا ما احنا الا سبب. صحيح. بننقل الصوره لحضراتكم، وهم اهل الفضل واهل الخير واهل الانفاق، هم دول ان شاء الله باستطاعتهم في خلال قبل يعني قبل دخول العيد تكون الحاجه بهية ان شاء الله قاعده في بيتها، وبرضه بيت متواضع. يعني انت شفت حجم البيت قد ايه؟ مش بيوت كلها. صحيح. فان شاء الله مش بتكفي الحاجه، يعني مش بتكلف حاجه. صحيح. تقريبا 30,000 جنيه يبنوا بيت. هي عايزه كده. طيب هي خايف البيت يقع عليها بس. خايفه السقف كمان يقع. السقف يقع. طيب انا عايزه بس اعرف نطمن الناس على حاله ام حسن اللي احنا عرضناها الحلقه اللي فاتت، وانا قلت وطلبت من حضرتك ان انا اكون موجوده معاكم في المكان اللي فيه ام حسن، نطمنهم بس وهنزع لكم يعني ثواني بسيطه من المكان اللي فيه ام حسن عشان نطمنكم ايه اللي حصل فيها. بس طبعا نورتينا وشرفتينا واتعبناك وارهقناك. لا لا بالعكس، ده انا كان من اسعد ايام حياتي. شفت الوضع ازاي؟ لكن صحيح. حب. صحيح. وراحة نفسية لما نلاقي نتيجة. صحيح. طبعا بدأنا في الهد بتاع بيت أم حسن. صحيح. وإن شاء الله في خلال قبل رمضان أم حسن إن شاء الله رب العالمين هتكون قاعدة في بيتها إن شاء الله. ده انتهينا منه. طب إن شاء الله تعالوا بقى نطمن الناس اللي ساعدوا أم حسن خلال الأسبوع الماضي، وأنا بحب أشكركم كلكم الصراحة لأن كان التواصل ورد الفعل يعني كبير جدا. فأنا عايزة أطمن الناس دول والناس اللي بيتفرجوا علينا أم حسن دلوقتي إيه اللي بيحصل في بيتها. ثواني بس ونرجع نكمل الحوار مع فضيلة الشيخ، نشوف مع بعض. عارفين البيت اللي بيتهد قدامنا دلوقتي وحاضرين عملية الهد ده بيت أم حسن اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، وأنا طلبت من فضيلة الشيخ دكتور عبد الغني إن أنا أكون معاه بإذن الله هنا في أطفيح علشان نحضر عملية الهد بإذن الله قبل رمضان. يعني يا رب إن شاء الله احنا بنأمل إن احنا نقدر نبني بيت أم حسن قبل ما يدخل شهر رمضان الكريم. احنا بس حبينا نوريكم الصورة من أرض الواقع من مكان البيت.
فضيلة الشيخ قد ايه انا كنت سعيده وانا موجوده معاهم رغم ان اللي حواليا كله تكسير وهدم، لكن انا عارفه انه ان شاء الله هيتبني مكان وبيت لائق بام حسن. اشكركم يعني بجد على المجهود اللي انتم بتقوموا بيه. ربنا يبارك فيكي، انا كنت مشفق عليكي جدا في المشوار ده والتعب ده والتراب ده يعني ايه، لكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله جميعا في موازيننا وفي ميزان كل من يتصدق وكل من يتصل به، فاستبقوا الخيرات ونقول زي ما بنينا وبدانا في بيت ام حسن ان شاء الله رب العالمين عايزين بيت بهية يكون مبني وقاعدة فيه إن شاء الله. يعني اسمحوا لي يكون لي فرصة معاكم في إني أستبق الخيرات زي ما أنتم تستبقوا الخيرات، وزي ما وزعنا شنط رمضان في هذا المكان بإذن الله قبل رمضان هنوزع أكتر من مرة، واسمحوا لي أكون معاكم برضو علشان ندخل السعادة والسرور والبهجة في قلوب كل أهل الخير. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني سليم من علماء وزارة الأوقاف والمتحدث باسم مبادرة فاستبق الخيرات. شكرا جزيلا لك. عفوا يا فندم، كل سنة حضرتك طيب. بعد الفاصل لكم معنا. الضيف اللي هنتكلم معاه في حلقة النهاردة مر بأكثر من تجربة، مر بأكثر من محطة، وكل تجربة مر بيها وكل محطة مر بيها ترك فيها بصمة مختلفة ومتميزة. احنا محتاجين في الفترة دي لازم نختار من نتكلم معه، من نتحاور معه، نختار اللي بيرفع من وعينا، اللي يرفع من ثقافتنا، اللي يزود من إرادتنا، اللي يبعث فينا الأمل والناحية الإيجابية. لازم نختار احنا بنتكلم مع مين. انا ادعي ان هذه الشخصية المحترمة الفاضلة اللي هتكون معايا بعد لحظات من هذه الشخصيات، واعتقد ان الحوار معها هيكون حوار مختلف، هو اعلامي وممثل ومخرج وكان رئيسا لقناة النيل للسينما، هو حالة مختلفة ومتفردة واعتقد ان الحوار معها هيكون مختلف. بعد الفاصل هيكون لقائنا مع الإعلامي والفنان الأستاذ عمر زهران. هتيجي كده، هتيجي كده، هي كده. ايه سر نشاطك وحيوتك يا كابتن؟ يا ابني قلت لك كولوسيس 100 مرة، قلت لك كولوسيس، قول ورايا كولوسيس 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 بالأوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين أ. كولوسيس ب 14 وربع جنيه الشريط 10 كبسولات. كولوسيس متوفر بكل الصيدليات. كولوسيس لينا كلنا. كولوسيس سر نشاطي وحيويتي. براش كريم براش كريم براش كريم براش، احلى كريم للبشرة، براش للرجلين والايد والوش، يخلص الكولاجين مش هتعب ويا ولا عيني، براش هيقضي على التجاعيد، هيفتح بشرتي من تاني، بيرطب بشرتي وبيقضي على كل الحالات السودة، بيلمعها كمان وبيني على اي حبوب موجودة. براش كريم دي فوايده عديدة ونتيجه مضمونة وأكيدة. سر جمال كريم بروش بالكولاجين، ابتكار لجميع أنواع البشرة، إحدى منتجات شركة AMD. إذن ضيفي في حلقة اليوم هو الإعلامي والفنان والممثل الأستاذ عمر
زهران اهلا بحضرتك استاذ عمر. اهلا بيك. اهلا وسهلا. نقول للاستاذ عمر زهران ولا نقول نوار الثعلب؟ يعني انا اتفاجئت بهذا الدور الصراحه. اولا الف مبروك على نجاح الدور في بنت القبائل. هل كنت متوقع هذا النجاح؟ يعني الاستاذ عمر زهران بهذا الشكل بهذا الصوره الذهنيه التي تنطبع في اذهان المشاهدين ان هو يقوم بدور صعيدي مره واحده؟ هو الحقيقة ما كنتش متوقع إطلاقا، بالعكس كنت يعني متخوف جدا جدا. بس بيقف وراء هذا النجاح الحقيقة مخرج بطل ومجازف من الدرجة الأولى الأستاذ حسني صالح. هو الحقيقة كان شديد الاقتناع وهو اللي اداني حماس وقوة غير عادية، وأنا كنت مستغرب من ثقته. يعني حتى بعض الأصدقاء القريبين مني ومنه تشككوا جدا وقالوا له مش مهم، يعني دي مجازفة مش عادية. أنا نفسي قلت له صعب صعيدي جدا. هو كان شافني الحياة في الممر في دور القائد. صحيح كان دور يعني جميل جدا ومؤثر جدا رغم أنه مدته الزمنية ممكن تكون بسيطة يعني. الحقيقة الحمد لله. وبعدين هو عنده نظرة ثاقبة وعنده مجهود على الممثل. يعني هو بذل معايا مجهود في تجهيز. انا قعدت حوالي، لا بس انا عايزه اعرف يعني اول مره كان يشوفك في التمثيل في هذا الدور اللي هو الدور البسيط في الممر. لا شافني مرات عديده، ولكن اعتقد انه كان الممر ظهوري كقائد، يعني اعتقد انه ده كان الشراره اللي ادت له احساس باني ممكن، لانه هو مش صعيدي عادي، هو زعيم قبيله متخصصه في الشر. هو وشخصيه شريره جدا جدا ويعشق الدماء، وحد عنده يعني شبق دائم للمعارك ويعني بلطجي. يعني نشوف برضو صور، بعض الصور والمشاهد اللي كانت موجودة في المسلسل، صورة الشخصية، يعني تركيبة هذه الشخصية. يعني أنا لاحظت دي ممكن تكون ملحوظة شخصية، حضرتك صحح لي إذا كنت مخطئة فيها. يعني أنا حسيت أن حضرتك أديت الدور ببساطة، ما فيش أفوارة حتى في الصوت، في تون الصوت، في الحركات. هل ده كان مقصود فعلا ولا كان ازاي؟ هو الحق يقال انا يعني انت عارف انا في خطوات اولى، يعني ما اعتبرش ان انا كل ده خطوات اولى. اعتقد طبعا لان الموضوع بالنسبه لي هوايه. انا بعتز بعملي كاعلامي جدا جدا وكمخرج، وما زلت اعشق الشغل البرامج وبشتغل على مشروع حاليا دلوقتي، اعتقد ربنا يسهل ويشوف النور يعني في رمضان هذا العام. بس مشروع ايه؟ فندم؟ مشروع ايه؟ مشروع برنامج وثائقي كده بيحكي بعض الامور المتعلقه. صورك، صوره الشخصيه. بالظبط. بنت القبائل. قد ايه الدور علم مع الناس جدا؟ يعني ممكن يكون المفتاح هذا التاثير ان الدور ما كانش متوقع ان الصعيدي يقوم به الاستاذ عمر. وطور في الشخصيه كمان ايضا بعد ما سافرنا اوروبا، قعدنا سنوات عديده. انا قعدت 6 شهور اتدرب خيل بأوردر منه، يعني أركب خيل لمدة 6 شهور. بس حضرتك كنت بتعرف برضو يعني؟ أنا أعتقد كان عندي فكرة طبعا. كنت بركب بس سنوات طويلة جدا ما كانش فيه، يعني تعرف الموضوع محتاج ممارسة دائمة. لأن كان مع بعض الأصدقاء، بس المرة دي بقى كان فيه مدرب بروفيشنال. يعني دي مرة من المرات التدريبات اللي أنا كنت بعملها وكده. طيب النقطة التانية، حضرتك خايف، قررت كلمة خوف أكتر من مرة، عامل ايه بقى مع انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم بقى؟ هل الخوف ده عندك برضو؟ يعني حته ان انت عمرك ممكن يكون قصير زي ما حضرتك قلت، العمر طويل ليك ان شاء الله. فضل ربنا الحمد لله انا عندي شجاعه على الدوام، والا ما كنتش جازفت كل هذه المجازفات. يعني حضرتك تفضلتي واتكلمتي على المشاريع اللي كانت عندي وكانت في قمه نجاحها. صحيح. يعني انا ساعه صفا سبته، انا اخر حلقه كانت مع الاعلامي الكبير استاذ مفيد فوزي، وشوفي قد ايه كانت حلقه عظيمه جدا. اكيد. ايضا بعض البرامج الشهيره اللي انا كنت بعملها، نايل سينما ايضا، حسيت في لحظه من اللحظات ان الكيرف ارتفع بدرجه، عايز ابقى سعيد باني حققت هذا النجاح وياتي اخرين. يعني ما هو ممكن يكون في فرصه لناس ثانيه، لدرجه ان الاستاذه الوزيرة الدكتورة دريا شرف الدين فضلت 3 شهور رافضة اعتذاري على فكرة، وده نشر، أصرت على أن أنا أكمل، بس أنا كنت خلاص خدت القرار. يعني أنا ذكرت في المقدمة وحضرتك قلت برضو في وسط الكلام أنا صفحتي على الفيسبوك، يعني أنت بتتكلم كتير على الصفحة، وأنا لاحظت كمان أن كلام حضرتك بيرفع الوعي بشكل كبير جدا. يعني مش كلها بس متخصصة في مجال التمثيل أو التقديم، لا أنت بتخاطب كل فئات الشعب المصري، أنت بتؤثر فيهم معنويا وفكريا وثقافيا، ودي صفحة
عميقة جدا ومهمة جدا. من أكثر البوستات اللي لفتت نظري من وحي المكالمة اللي كانت بينك وبين الفنانة الكبيرة القديرة سماح أنور، يعني حضرتك قلتها بصياغة عميقة ومؤثرة وجميلة جدا، يعني عايزة حضرتك تتكلم عن البوست وتتكلم عن هذه المكالمة، وإن شاء الله هتكون معنا بعد لحظات الفنانة سماح أنور تتكلم بشكل مفصل. والله يا أستاذة علا، هو الحقيقة إن أنا كتبتها فورا، يعني قفلت التليفون مع سماح ولقيت نفسي رايح اكتب ده، لانه سماح بالفعل هزتني جامد جدا وشعرت بخجل غير عادي، وانا استمع اليها وهي بتطمن عليا وبتسالني ايه اخبارك، فبقول لها انا شويه مش مبسوط وشويه الفتره صعبه جدا وبعض الاعمال توقفت وما الى اخره، فقالت لي يا عمر يعني انت زعلان وزعلانين كلكم، انت كمان من الناس اللي بتشكي من انهم قاعدين في البيت؟ ده انا قعدت 3 سنين متواصلين على كرسي متحرك في غرفه لوحدي في الغربه بره مصر تماما. قالت لي وانا فقد القدره على اني اوصل للحمام لوحدي، قلت لي لو تعرف نعمه انك قادر تتحرك بنفسك. قالت لي دي مش محنه اطلاقا، دي فرصه لان الكل يقف ويتابع ويراجع حساباته مرة أخرى. قلت لي بعد ما رجعت مصر قعدت 8 سنين متواصلين، الأصدقاء راحوا لأعمالهم والأقارب بقوا عاشوا حياتهم بشكل طبيعي. قلت لي وأنا وحدي حوالي أكثر من 11 سنة وهي تماما يعني تدعو وتبتهل لربنا أنه يعني يقويها على المحنة. الحقيقة شعرت بخجل شديد للغاية وكتب، والحقيقة أنه ردود الفعل على البوست الحقيقة أيضا كانت يعني مدهشة لنا جميعا. كل الشكر لحضرتك وكل الشكر والتحية والتقدير للفنانة الجميلة الرائعة سماح أنور، هي معانا على الهاتف الآن. الأستاذة الفنانة الرائعة سماح أنور، يعني اسمحي لي في البداية أقول لحضرتك أنت مش نموذج فقط رائع في التمثيل وقدير في التمثيل والموهبة، أنت نموذج رائع في الإرادة والتحدي ويعني إعطاء التفاؤل والحياة الإيجابية بشكل عام. فنانة سماح أنور أهلا بيك. اهلا بحضرتك، وانا مش عارفه اشكركم ازاي والله على الكلام الكتير ده، بس اذا كان في حد اولى بالشكر واولى بالاعجاب وفعلا بجد يعني هو الاستاذ عمر. بجد اولا انا بقول استاذ عمر لان انا بحترمه جدا، هو صديقي وحبيبي واخويا جدا جدا من زمان، وله افضل عليا كتير جدا جدا على المستوى الشخصي والفني والاعلامي وكل حاجه. لكن اهم ما في الموضوع بالنسبه لي انا عمر بالنسبه لي انسان خاص جدا، له مكانه كبيره جدا في قلبي وقلوب كل الناس اللي عرفته، لان عمر هو الكريم النفس فعلا. صحيح. فانا بشكره جدا لانه احنا محتاجين دايما نكون كده كلنا. صحيح. الحقيقه يعني. صحيح، ده اللي انا قلته في المقدمه، احنا محتاجين ننتقي الاشخاص اللي نتكلم معاهم خاصه في هذه المرحله. يعني حضرتك قلتي في المكالمه جزئيه مهمه جدا، حضرتك قلتي تجربه احنا محتاجين نسمعها ونعيشها دلوقتي لكل واحد بيقول لا انا مش قادر اقعد في البيت، انا مش قادر اتحبس اكتر من كده. حضرتك قلتي يعني دوستي على الجرح بكلمات بسيطه جدا، ممكن تقوليها بصوتك بتعبيرك دلوقتي يا استاذه سماح؟ والله يا فندم هو ببساطه شديده جدا، يعني انا بشوف انه مدام انا معايا عقلي يبقى انا مش خسرانه اي حاجه، انا اقدر اعمل اي حاجه في اي حته وباي طريقه. صحيح. لان ربنا خلقنا كده فعلا، ربنا خلقنا، يعني اللي انا عايزه اقوله ربنا ما خلقش حاجه فاشله او تفشل ابدا. صحيح. ربنا ما خلقش غير نجاح وغير عظمه، واحنا انكلودد، احنا من ضمن خلائق ربنا العظيمه جدا، لانه دي طبيعه خلق ربنا. فما ينفعش ان احنا نقرر انه لا، خلقه ربنا فينا دي ممكن تفشل او ممكن تيأس او ممكن تتكسر، ده مش حقيقي. صحيح. فلازم نفتكر فعلا احنا قد ايه حلوين وكبار ونقدر نكمبرومايز، ونقدر احنا زي الاسك نعرف نقعد في علبه ونعرف نقعد في قصر، نعرف نعمل كل حاجه ونعرف نشتغل كل حاجه ونعرف نطلع نفسنا من اي مود، لانه المود الوحشه اللي بتجيلنا دي افكار مغلوطه، افكار بتجيلنا لاننا يعني ساعات بيضحك علينا، احنا نفسنا ساعات نضحك على مخنا ونقول احنا ضعاف احنا ما نقدرش، بس الحقيقه لما بنتحط في محك، انا اتحطيت في المحك ده ايام حسيتي، لما الواحد بيتشال كده ليله بينا ويتحط في حته كده ضلمه ولوحده، وده اللي حاصل دلوقتي لكل الكوكب، يعني انه الناس محطوطه، كل واحد محطوط في عزله لوحده، فكله خايف ومش عارف اللي جاي ايه. انا اتحطيت في ده
وده اللي كنت بقوله لعمر، انه انا سبقتكم يعني، اتفضلوا في الصالون. انا بدات ده من 20 سنه فاتت، لانه حكايه ان الواحد في الاول تغيير العوايد ده اللي بيقلم، ده اللي بيضايق، ده اللي يخلي الواحد يقول لا انا واخد على طريقه معينه وحياه معينه مش عايز اغيرها. انا سعيده جدا بالكلمات ويعني اللي حضرتك قلتيها، ووحشتينا. انا متاكده ان كل المشاهدين يعني الفنانه الكبيره سماح انور وحشاهم، فلو حضرتك توعديني ان ممكن تكوني موجوده معانا ضيفه في البرنامج اكون سعيده جدا بده. طبعا يا فندم ده شرف اكيد. الشرف ليا انا. انا بس تسمحك بس ان انا اشكر اكيد طبعا الاستاذه سماح على الكلام العظيم اللي قالته عليا، وبجد حقيقي انا بس سريعا عايز اقول حاجتين، انه كم المكالمات التليفونيه اللي انا تلقيتها والرسائل اللي جاتني على الخاص وخاصه من بعض اشقاء من الدول العربيه كانت بالنسبه لي الحقيقه يعني لو تعرفي بداوا يدخلوا ويدوروا على حادثه سماح، وازاي قعدت وقعدت كام سنه، وازاي قدرت تقوى عليها، وازاي راحت درست اخراج في صحيح. امريكا يعني هي كانت ملهمه لعشرات بل الاف يمكن مئات من الاصدقاء على الفيسبوك في الكلمتين اللي قالتهم لي في صحيح. التليفون. وبالفعل انا هنتظر يعني وانا متشوق لقائها بيك يا استاذه علا، لانه الله. اكيد هنتعلم تاني وتالت ورابع من سماح ان شاء الله. يعني فجر العالم منك انت، وانا بشكرك، ولولا ان انت اللي كتبته ده خلاني انا احس ان انا ليا قيمه يا عمر. لا انت ازاي انت قيمتك قيمه كبيره جدا. لا لا بجد ان انا لا ما اقصدش يعني بشكل شخصي قوي، لا انا قصدي ان انا ليا قيمه بمعنى انه إذا كان الواحد يقدر يساعد إن شاء الله نفر دي تبقى حاجة جميلة جدا. فعمر اللي كتبه ده خلى كلامي له قيمة، فأنا بشكره بجد بجد يعني. ربنا يخليك يا أستاذ. كل كلمة حضرتك قلتيها في الدقايق البسيطة اللي كلمتي معانا فيها أنا متأكدة أنها أثرت مع الناس، كل كلمة لها قيمتها ولها عمقها ولها تأثيرها. يعني أشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله في انتظارك الأسبوع القادم لو وقتك يسمح إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا فنانة كبيرة سماحة. قد إيه الشخصيات دي إحنا عايزينها ومحتاجينها. برافو عليك، ده اللي أنا حابب أقوله، لازم الساحة تتسع. أصل وخلي بالك هم بيتواروا صحيح. وانا عندي الشجاعه ان انا اقول الناس الحقيقيه في مجالنا، مش في مجالنا فقط، في كل المجالات شويه مخضوضين من انه الصوت العالي اصبح للاشياء اللي هي ملهاش قيمه صحيح. انا بدعو الناس الحقيقيين، لانهم انا عايز اقول لك على حاجه والله، كمان مره انا مرات عديده ادخل في مشاكل بخصوص الصفحه والبوستات وكده، بس ساعات احس بانه واجب لازم اقوم بيه. في ممكن ناس تقول انا كفايه عليا دوري كممثل، دوري كمذيع، لكن الدور المجتمعي اللي حضرتك بتقوم بيه بوعي بحكمه مش بغضب او باثاره الراي العام. بالظبط، لازم الناس تساعد صحيح. لازم كلنا نساعد مع الدوله. القوانين مش هتطبق وانا دايما حتى الولاد الشباب اللي بعتوا لي صغيرين يقولوا لي اصل في واسطه، اصل في واسطه، اصل في واسطه، بقول له كلمه واحده فقط. اقول له في واسطه وفي تجاوزات وفي رشوه وفي فساد، بس في ربنا. صحيح. يعني في الاخر خالص صحيح. انت ربنا موجود، ولا يصح الا صحيح في النهايه. بالظبط، مع المجهود ومع الاجتهاد. اصل الشكوى الدائمه والندب الدائم واللطم الدائم لن يؤدوا لبناء دوله على الاطلاق صحيح. مش هيخلينا نوصل لحاجه. احنا مطالبين كلنا انك تعملي دورك، وفوق دورك تخلقي حاله وعي دائمة ومستمرة. أنا يعني اتشرفت بلقاء حضرتك، وكنت أتمنى يكون وقت الفقرة أطول من كده، وأتمنى إن شاء الله أن يكون في تكرار لهذه الفقرات وهذه الكلمات اللي حضرتك بتقولها، أعتقد إن احنا محتاجين نسمعها على طول. أكيد، وأنا يسعدني. وعايز أقول لك إن أنا لما عرفت إن أنا هكون معاكي في البرنامج بجد كنت سعيد جدا، لأن أنت عارفة إن أنا بحبك وبحترمك جدا. أنا كل التقدير والاحترام لحضرتك، ودي كلمات يعني يا ريت كلنا بنستحقها فعلا. أشكرك شكرا. أهلي ليها طبعا. أشكرك شكرا. بالتوفيق دايما. أشكرك شكرا جزيلا الفنان والمخرج والممثل والإعلامي الأستاذ عمر زهران. أشكرك شكرا جزيلا. فاصل ونستكمل الحلقة، ابقوا معنا.
زي ما قلنا قبل الفاصل ازاي تخس وانت قاعد في البيت، ما تروحش في اي حد، عن طريق التخسيس اونلاين. بس طالما بنتكلم عن التخسيس اونلاين وازاي نقدر نخس 50 60 70 80 كيلو واحنا قاعدين في البيت بطريقه امنه وبدون اي اضرار، يبقى لازم نتكلم عن يعني رائده المجال تخسيس اونلاين، دكتوره دعاء السهيل. خبره اكتر من 7 سنوات، فريق متكامل من كل التخصصات الخاصه بالتغذيه العلاجيه، من اكبر المتخصصين والخبراء في مجال التغذيه العلاجيه، تم تكريمها في اغلب المهرجانات واغلب المؤتمرات، اخيرا في مهرجان المراه العربيه ومهرجان الفضائيات العربيه واخبار اليوم واليوم السابع، يعني خبره كبيره جدا في هذا المجال. ولازم لما نتكلم تخسيس اونلاين لازم نتكلم مع صاحبه الخبره ورائده هذا المجال، دكتوره دعاء السهيل. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا استاذه علا، ازيك؟ اهلا بيكي. تخسيس اونلاين دي تقنيه لازم نستخدمها في الفتره الحاليه، احنا محتاجينها وعايزينها، بس لازم نستخدمها عن طريق دكتوره دعاء، لان حضرتك صاحبه النظريه اللي اثبتت صحتها خلال فتره قصيره جدا. ازاي تخسي اونلاين بطريقه امنه وبدون اضرار؟ ازاي؟ مبدئيا خبير التغذيه العلاجيه يا استاذه علا، زي ما حضرتك عارفه محدش فينا زاد وزنه وراح لدكتوره وكشف عليه بسماعه، هو محتاج يعرف مجموعه يعني ديتيلز عن حياه مريضه، مجموعه من المعلومات، بسماع هذه المعلومات او بقراءتها، لانها المعلومات دي بتبقى مسجز على الفيسبوك او في التليفون. الديتيلز دي والمعلومات عن مريضي دي بكون انا من سماعي للمعلومات دي بكون عرفت الاسباب التي دفعت بمريضي لزياده الوزن. اما اتكلم طول وزن قد ايه، طول وزن يبقى انا عرفت اوفر ويت قد ايه مريضي ده. طيب السن علشان ما يتناسب مع العشرين غير الثلاثين غير الاربعين غير الخمسين غير الستين غير السبعين، كل حقبه زمنيه ومرحله عمريه وليها كيفيه التعامل. ليه بسأل بتشتغل ايه علشان اعرف مدى الحركة اللي بتقوم بيها على مدار اليوم، وممكن اسألها سؤال تاني منطقة تجمع الدهون علشان وارد جدا يكون عندها مكان في الدهون في مكان دون الاخر. طيب ولما اسأل كمان هل لا قدر الله تعاني من ضغط قلب سكر، علشان انا كخبير تغذية فاهمة كويس جدا انه مريض القلب والضغط والسكر مريض حساس، فلازم تتعامل معاه بما يتناسب مع حالته الصحية. انا عشان اعرف كل ده واتبعت لي خلاص، انا فهمت الاسباب التي دفعت بمريضي لزياده الوزن. ومش دي الاسئله بس، في اسئله تانية ولكن بكلها سريه مع المريض، عايز اعرف ايه المشاكل اللي مسببها له. في مشاكل يعني السمنه تؤثر على الرجل، يعني من ناحيه يصعب الكلام عنها على عام صحية. فلازم صحية. طبعا لازم اعرف ولو عظيم السريه. لما اسال الست في سيده مثلا عامله استئصال رحم مراره، عندها مشكله في الغده الدرقيه، انا كخبير تغذيه دارس فاهم كويس جدا ان ماكينه الحرق داخل جسم الانسان هي الثلاثه دول، الغده الدرقيه والرحم والمراره، واذا تضرر احدهم اصيب الفرد بزياده الوزن. انا بس عايزه استرجع معاكي، خلال عام 2019 حضرتك استلمت كتير وحصلت على كثير من الجوائز، يعني في اكتر من مهرجان، مهرجان الفضائيات العربيه ومهرجان المراه العربيه واليوم السابع والاخبار ويدنج دي، كلمينا على الجوائز دي، اعتقد كان عام سعيد بالنسبه لك. ما شاء الله. ما شاء الله. هو السنه اللي فاتت اطلقت مبادره السمنه بوابه لكل الامراض، فكنت حريصه جدا ان انا ادون الاسماء الحالات اللي مثلا داخل معانا يخس وبيعاني من سكر درجه ثانيه. ما شاء الله بعد فقدانه للوزن الزائد عن معدله ما شاء الله تخلص من علاج السكر درجه ثانيه. في حد تاني ضغط مرتفع ومع التخلص من الوزن ما بقاش بياخد ادويه ضغط. فالسمنه بوابه لكل الامراض. السمنه مرض، وعفوا ان انا بقول مرض، ولكن هو مسبب ل 44 مرض. ممكن النهارده انا فتاه ال 20 او ال 30 او ال 40، الفتاه دي في الفتره دي انت مش متضرره من زياده الوزن. صحيح. ولكن عفوا 50 سنه 70 سنه ما تقوليليش مش هكون متضرره، هيكون في ضرر في العظام، سكر، هتكوني عرضه السكر درجه ثانيه. دايما يا استاذه علا اقول ايه؟ ان مريض السمنه هو ارض خصبه لما بعد السمنه او تبعيات السمنه. هيكون انت اول حد عرضه ليه. ما بقولش السيده التخينه وحشه، بالعكس تبقى موم فيس، تبقى حلوه. انا
اقصد انها تتضرر. وزن زايد يعني على عظام هتكون مش متحملة الوزن ده. وزن زايد يعني وارد تكون انت عرضة انك تكون تعاني من ضغط مرتفع. وزن زايد يعني تكيس على المبيض وتحرمي انك تكوني ام. وزن زايد يعني حضرتك ممكن سنة الكرش اللي الناس يعني بتستهين بيها دي، لا محدش يستهين بيها، لان البطن بتضم اهم اجهزة الجسم. صحيح. فلازم تكون انت في اريحية عشان الاجهزة تقوم بدورها على اكمل وجه. طب كلام عن التخسيس والسمنة الموضعية والحالات اللي بتيجي لك وانت بتقيميها ازاي، ويعني هنعرفها بالتفصيل، بس الاول عايزين نشوف فيديو تكريمك اللي الاخير. عايزين برضو نتذكر معاك اللحظات السعيدة دي لانها بتكررش كتير، واحنا فاضل الايام بسيطة على 2020، فلازم نتذكر كل لحظات التكريم. انا حضرتك تستحقي صراحة، يا رب يطول بعمرك. يعني نموذج يعني اعتقد ان هو يستحق الاشادة بيه وتركيز الضوء عليه، لانك قدرتي انك تحققي ده في سن صغيره. هنا كنت في مهرجان المراه العربيه للابداع. يعني الحمد لله يا رب دي السنه الثانيه على التوالي. دكتور امال ابراهيم السنه اللي فاتت كرمتني، والسنه دي كرمتني عن مبادرتي الجديده مصر بلا سمنه. والحمد لله يا رب يعني السنه دي كان معايا نماذج عديده فقدت وزن، ولو حضرتك تتحنى الفرصه بعد كده في البرنامج اكيد ان شاء الله يكونوا سبورت قوي لمن يعاني من زياده وزن. مصر بلا سمنه، ويا رب ان شاء الله بلا سمنه. احنا زي ما حضرتك عارفه ان مصر كدوله عربيه موجودة في الإحصائية دايما في المقدمة معاناة من زيادة الوزن. والدرع الثاني ده الفضائيات العربية أكثر خبراء التغذية ظهورا على القناة الفضائية. الدرع الأخير كنا في الويدنج داي، كانت في عرايس كتير وزنها زايد، فانا وفريقي قبلها بشهرين تناولنا تخسيس العرايس دول علشان يظبطوا على مقاسات الدريسز بتاعتهم. فنجحنا الحمد لله يا رب ان احنا نخسسهم وتم تكريمنا في الويدنج داي. كمان انت كنتي من فريق التحكيم في مس إليجنت. على اي اساس بقى يعني انت كنت بتختاري على اي اساس؟ مقوماتك ايه؟ ملكة الأناقة لا تتوج مع جسم يعاني من ديفو في يعني غلطة. إيه هو الديفو وإيه هي الغلطة اللي ممكن تكون في جسم بنت لا تتوج ملكة الأناقة؟ من وجهة نظر خبير تغذية علاجية، إن ما ينفعش تتوج يكون عندها سمنة موضعية، يكون عندها شوية بطن شوية أرداف، لازم يكون الجسم رشيق. ما لا تعاني من سمنة موضعية، أي ما بتعانيش من مكان في خلايا دهنية عن الآخر. صحيح. مفروض إنها تكون الطول والوزن فيه تناسق. أما مثلا يكون حد طوله 160 وزنك لا يتعدى 60، يعني أنا طولي 166 وزن 66 مثالي. ال 100 كيلو اللي بيقولوا عليها الفرق ما بين هم بنشيل ال 100 كيلو، ال 100 دول هو ده الوزن. لاي حد بيقول لي، في ناس ثانيه تقول لي لا ده المفروض تكون اقل 5 6 كيلو، اقول لها حبيبه قلبي بليز، احنا مجتمع شرقي فاحنا وانت راضيه نفسيا مش فرنش بادي يعني احنا يعني احنا المفروض الوزن يكون مظبوط رشيق. تابعونا طبعا على صفحة الدكتورة دعاء سهيل موجودة على الشاشة دلوقتي للتواصل لطلب المشورة، أي سؤال لدكتورة دعاء سهيل صفحة موجودة دلوقتي على الشاشة. حضرتك من أكتر الخبيرات التغذية والمتخصصين اللي قاموا بمبادرات للقضاء على السمنة. الحمد لله يا رب. وده كان سبب تكريمك في كثير من المؤتمرات. كلمينا عن هذه المبادرات ودورك المجتمعي في المجتمع وردود الفعل تجاه هذه المبادرات. يعني أنا كدعاء سهيل أنا ومريضي هدفنا واحد. صحيح. أنا عايزة أنجح ومريضي عايز يفقد وزنه، بالتالي هنتلاقى. لما يكون في حد بيتواصل مع الصفحة أو على التليفون وعايز يفقد وزنه، أنا كمان عايز أنجح، أنا كمان عايز أضم اسمه للأسماء اللي أنا نجحت معاها. صحيح. القضاء على السمنة يعني دايما نقول التاريخ بيذكر الناس اللي بتساعد في حل المشاكل المجتمعية مش المشاكل الفردية. هو مش مشكلة فرد ولا مشكلة مجتمع، ده مشكلة عالم بأجمعه. زيادة الوزن اللي بقى منتشر في جميع أنحاء العالم، وده نظرا لحياتنا اللي اتغيرت سواء مجتمع شرقي أو غربي. الفاست فود والجانك فود والأكلات اللي بره، اللي معجنات، اللي فيها مياه غازية، اللي فيها بطاطس كتير، الأم
ارجعي ارجعي لزمان، ارجعي اعملي الساندوتش لابنك في البيت، ارجعي اديله خياره مع الاكل خصايه، انت اللي اعملي له الاكل في البيت، لازم طبق السلطه فين، بدلي له المياه الغازيه بالعصاير الفريش بال البيت، فين البيت؟ السلطه الفروت سلاد اللي لازم نغير ده، احنا غيرنا سلوكياتنا فده اللي خلانا ندخل الاحصائيه ونعاني من زياده الوزن، كل بدري، اتغدى بدري، اتعشى بدري. اسلوب حياتنا هو اللي اختلف كده. احنا لو اكلنا الثلاث وجبات يا استاذه علا داخل الساعات النهاريه لن نصيب بزياده الوزن، ومن غير دايت، انا ما بعملش دايت لكل حالاتي، المفروض ان انا بيفطر بدري يعني انظم له مواعيد اكله، فطار غدا عشاء. ليه بقول في الساعات النهاريه؟ في ناس هتقول لي دلوقتي ليه في الساعات النهاريه؟ نسبه الحرق ممكن تكون ازيد في الفتره دي. ده صح. علشان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الغده الدرقيه اللي موجوده في اعلى العنق بتفرز الهرمون القادر على حرق سعراتي في الساعات النهاريه وليست الليليه. فلما اجي بالليل حد تاني يقول لي طب ما انا اصلا شهيتي ما بتتفتحش الا بالليل، اقول لك انا هكون حريصه ان انا ادي لك جرعاتك اللي داخل الكورس في الساعات المتاخره، ولما الاقيك انت من اصحاب الشهيه العاليه بسرعه اشوف انا علم التغذيه فادني في ايه عشان اعرف الماده الفعاله اللي هيخدم لي مريض السمنه اللي السبب اللي دفعه لزياده وزنه شهيه عاليه. شهيه عاليه بسرعه اجري ايه الالياف اللي تقدر المعده تحتفظ بيها 12 و14 ساعه. صحيح. بسرعه اقول عشب السيليوم او البسيليوم، تركيز عالي من السيليوم وده يعني 5 مللي جرام، وده موجود في البيسليم. البيسليم والاناسيليوم من افضل المنتجات دي، وعلى فكره مرخص من وزاره الصحه، ما يكون تركيز 5 مللي جرام، مرخص من وزاره الصحه. المعدة بتحتفظ بالعشب ده من 12 ل14 ساعة. طب أنا لو اديتك الجرعة الساعة 5 هتفضلي الخمسة الصبح مزبوط. ما بتاكليش، بتشربي مية بس، سايد افكت الأعشاب دي عطش، فوانت بتشرب مية بتحصل على مستين في وقت واحد. الميزة الأولى أن المية بتعلي الحرق، والتانية أنك بتساعد الألياف دي أن تعلى وتكبر وتنفش داخل المعدة. كل حالة ولها برنامجها الخاص المناسب. طبعا دي. طيب مرة تانية هفكر السادة المشاهدين بصفحة دكتورة دعاء سهيل للتواصل الاجتماعي على الفيسبوك لأي سؤال أو أي تعليق للمشورة من الدكتورة دعاء سهيل، دي صفحة على الشاشة. كل حالة صحية وليها الكورس المناسب لي. أكيد، وهيتم التواصل معاه بشكل سريع. أشكرك شكرا جزيلا رائدة مجال التخسيس أونلاين دعاء سهيل، دكتورة دعاء سهيل، دكتورة في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبة مبادرة مصر بلا سمنة، وأول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، ومؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي. شكرا جزيلا لك يا دكتورة. ميرسي على استضافة حضرتك. شكرا جدا. كده نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، يعني مستنيين آرائكم، تعليقاتكم، توجيهاتكم، أسئلتكم على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. يوم الأحد القادم حلقة جديدة. إلى اللقاء.